كشفت وكالات الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا كشفت أمس عن لوحة بيانات مراقبة الأرض على موقع إلكتروني فباستخدام بيانات من 17 قمرًا اصطناعيًا أطلقت هذه الوكالات الثلاثة موقعا إلكترونيا يعد بمثابة لوحة بيانات عالمية للتغيرات المؤقتة التي تمت ملاحظتها من المدار، وأصبح بالإمكان الآن رؤية كيف غيرت مع عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من تلوث الهواء وأضواء المستشفيات وحتى حصاد نبات الهليون الأبيض، وتراقب البيانات التي سيتم توسيعها في المستقبل 30 مؤشرا بيئيا و17 مؤشرا اقتصاديا وثلاثة مؤشرات زراعية حيث تعكس لوحة البيانات بعض علامات العودة إلى طبيعتها في أجزاء من العالم